اخرب بيتك يا بعيد. حاج ابراهيم، خلاص يا ابوي، فلوس الجمعيه هجيبها لك. بقول لك خلاص يعني تاخرت عليك 10 ايام غفله جت. اللي عليه الدور عايز يقبضها. طب خلاص يا ابوي، خلاص هود اخوي جاي النهارده من السعوديه باذن الله، وان شاء الله بس يبدل، يروح الصرافه يبدل الريالات وهجيب لك الفلوس. ايوه يا ابوي جاي في الطريق النهارده، يعني النهارده باذن الله اديني 3-4 ساعات كده والفلوس هتكون عندك. اول ما يوصل على طول هاخده على الصرافه على طول. ماشي يا ابوي، ماشي، بارك الله فيه. مع الجمعيات واللي خش فيها. سيبها. مال فين باقي شنطك؟ بعدين ابقى اقول لك. بعدين خش دلوقتي. ايه يا عم حمدوي؟ يا عم عاطف؟ يلا الله الحمد لله على السلامة. والله اخوي يا عم انت تمام؟ والله لا ما شاء الله عليك، عفيت في السعودية. والله هنعمل ايه يا حمدوي؟ ايه ما شاء الله عليك، ايه اخبارك انت؟ شوف يا اخي، بس 200 جنيه مش بتاع التاكسي. 200 جنيه تمشي بتاع التاكسي؟ معلش بس عشان الراجل واقف برا. خذ ولد مشي بتاع التاكسي، تلقى لسه ما بدلش ريالات. وليه الولد جاي خاصص كذا والجلابيه لاقى فيه من السعوديه؟ وشعره طويل وحالته نيله كذا، وجايب شنطه واحده للعيال بتاجي من السعوديه معاها 17 شنطه. لا شكله ما يطمنش برضه. الله يا رب نستر. ايه يا عم حمدوي؟ ايه يا عم عاطف يا ولد؟ ايه الاخبار؟ كويس تمام؟ ايه اخبار الصحة؟ وايه اخبار السعودية على حساب؟ تمام والله الحمد لله حمدوي. وليه يا ولدي شعرك طويل ومال السعودية فيهاش حلاقين يا عم؟ الظروف حمدوي والله. تلقاك برضه من كثر الشغل ما فيكش تحلق. الظروف اللي حكمت، الظروف والله. عندك رصيد يا اخي؟ في واحد بس جاي معي من سوهاج، عايز ارن عليه اطمن عليه. معلش اذا فيها تعب. معلش دقيقة اجي لك حمدوي. تلقى الايفون بتاعه فصل شحن معاه في الطياره. لا دي هوايل علينا وعلى ابونا دي. ازاي شنطه واحده من السعوديه ولك 3 سنين في السعوديه؟ حتى بطانيه ما جايب معاك. لا مغزى يا مدور، لا مغزى. كلمته؟ كلمته والله، وصل الراجل. وصل بالسلامة والله. ما فين تليفونك انت؟ بحته والله قبل ما اجي. ليه؟ والله بحته، ظروف حصلت وجاي والله، ونزلت والله حتى جه السفينة والله. راكب من فوق على السقف راكب. راكب وين على السقف؟ والله في السفينة. سفينتي يا ابوي، ليه ما جيش طيارة؟ ما فيش والله، يا دوب جمعونا هناك وجيت والله، جمعت والله الجلابية واخذها من واحد. الجلابيه دي بتاعت واحد؟ اي والله، بس قوم شفنا لقمه. لقمه والله، جايين جعانين والله يا مدول. ليه انت جاي من السعوديه جعان؟ اي والله، اول ما جيت نزلت عليك والله، ما انت اللي قلت لي تعالي. شفنا بس لقمه، بس ناكلنا لقمه وبعد كده نتكلم. شايفني تعبان والله، خاصص والله كمان يا مدول. ما جابلكش 1000 ريال معاك؟ لا والله، بقول لك جاي الناس لمت لي ان انا انزل. وقول لي 1000 ريال عم دوي. يعني انت جاي على ضيف الكريم؟ والله اول ما نزلت عليك زي ما انت ما اتصلت عليه قلت لي عايزك. يعني انت نزلت على الملجا هنا، على دار المسنين هنا. بس شوفنا عم دوي لقمه بس بعد كده نتكلم، عيب عليك، انا قاعد عندك. وين اللقمه يا ابوي؟ اجيب لك منين اللقمه يا ابوي؟ الفروجه ب 300 جنيه. ما انت جاي على ضيف الكريم وانا من الصبح شغال الديانه كلهم، واقول لهم وضح اخوي جاي تسددوني. طب اعمل لك ايه؟ مش الظروف عم دوي؟ الظروف ولا مش الظروف اللي حكمت؟ ولا الظروف يعني، ولا ظروف ولا جوابات يا ولدي. روح توكل على الله، على بيتكم توكل على الله. عيب عليك يا عم دوي. عيب عليك. عيب علي.
عيب علي ازاي يا شفت ان يا راجل رغيفان عاش وحته الجبنه ها رغيفان عاش وحته الجبنه يا ابوي فين الجبنه علبه الجبنه ده لك كيلو جبنه ب 80 جنيه امال انت جاي على ضيفك امال انت كنت بتلعب القروض هناك لك 30 سنين في السعوديه وجاي تتلقح عندي هنا يا راجل عيب عليك هنقول لك انت في مقام ابوك انا اول ما شفت شعرك قلت ما وراك الشريالات انا اول ما شفتك برا شفت شعرك كده قلت ما وراك الشريالات انت توكل على الله يا راجل يا ابوي انتوا بيتكم ده مش مفتوح ايه جايبك عندي انا انت علي وقلت لي تعالى وانا قلت لك تعالى يعني قلت لك تعالى الملجا توكل على الله يا اخي متشكرين يا عمدو متشكرين يا عمدو انت حتى يا اخي ريحه السعوديه ما فيك متشكرين يا عمدو توكل على الله شعرك ده ده باخد الشنطه ايه الشنطه فيها هي فيها بوكسرات بوكسرات طب توكل هل بوكسرات انا يا راجل انت حتى ريحه البخور بتاع السعوديه ما فيك ولا ريحه مسك جاي لي تلقح هنا غر جاك فقر يا اخدل جاي اخوي هنا بايع تلفونه وشعره محالقه جاي تلقح عندي هنا في الملجا ادي يا عم نكون لله يا اخي حركته دمي من اول ما قال لي هات امشي بتاع التاكسي عرفته ما وراهوش ريال ده حرق الدم يا اولاد